مسرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله بازلا رعاية طبية للقريب والبعيد للصالح والخاطر. إن أنا أدرس جزء كبير من الإدارة الطبية والحمد لله قدرنا نحصل على شهادات جودة في المكان اللي أنا كنت بمسكه، فده خلاني على اتصال بالأطباء وليا صداقات كبيرة في مع أطباء في كافة التخصصات وعملاء الكليات، والحقيقة ده وهذا وهو يجعلني أسترجع هذه الذكريات الطيبة حيث عملت مع خلال هذه الفترة مع فئة من الأطباء المميزين والتي أعتز بهم كثيرا، حققنا خلالها تقدما ملموسا في ظروف صعبة كانت تمر بها البلاد. مع الوزير الدكتور أمين السيد لطفي رئيس جامعة بن سويف. أنا كنت أرجع ورا كل ده.